المدارس وكثافه الفصول كانت قد ايه، والمدارس الجديده او المدارس اللي هيتم تطويرها خلال هذا البرنامج او هذا المشروع. يعني احنا مشغلين طبعا في بناء المدارس بمعدلات عاليه جدا، وصلنا تقريبا لحوالي ما يقرب من 3 مليار وشغالين باستمرار. الكثافه الفصول في الوضع الحالي حوالي 43، طبعا كانت اكتر من كده بكتير، يعني كانت وصلت في مراحل سابقه لارقام يعني تصل لل 80. الحمد لله وصلنا ل 43 ل 44 طالب في الفصل، والمدارس الخاصه وصلت لاعداد حوالي 19 ل 20 طالب زي مدارس النيل ومدارس المتفوقين. وان شاء الله المستهدف ان احنا ان شاء الله نوصل في حدود 35 ل 30 طالب في الفصل، وده رقم طبعا هيبقى رقم مريح جدا، وده هيحصل بنهايه ان شاء الله هذه المبادره. كم مدرسه دخلت معانا في هذه الخطه؟ يعني الرقم ما يحضرنيش، لكن انا بقول لحضرتك احنا دلوقتي بنبني المدارس في جميع قرى ونجوع محافظتنا، بحيث ان احنا هنغطي جميع هذه المدارس، وهيبقى فيها جميع المدارس يعني سواء المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه والثانويه، حتى كمان في الجامعات. الحمد لله احنا استكملنا دلوقتي بقى عندنا جميع التخصصات داخل الجامعات، اخر مرحله بنينا 7 جامعات انتهينا منهم، وبالتالي بقى اصبح عندنا جميع التخصصات داخل محافظتنا في الجامعات. وبالاضافه كمان عندنا برضو الجامعه الاهليه، ودي فيها ما يقرب من حوالي 20 تخصص، هيبقى كده اضافه جديده لمحافظتنا ان شاء الله. سيادة المحافظ، هل في بيوت جديدة اتعملت الناس؟ يعني ناس كانت بتشتكي بيوتها اللي هي مش عارفة يعني عيشة غير صحية أو غير إنسانية، وبالتالي بنغير حياتهم ببناء مساكن جديدة أو تطوير المساكن اللي هم مقيمين فيها؟ طبعا زي ما بيحصل في ربوع جمهورية مصر العربية، في طفرة في محافظتنا في موضوع الإسكان. احنا يكفي ان نقول لحضرتك ان احنا انشانا داخل المحافظه من في خلال ال7 سنوات الماضيه حتى النهارده ما يزيد عن 24,000 ويقترب من 25,000 وحده سكنيه لابنائنا في المحافظه. مش بس كده، ده احنا ابناء انشانا او الدوله انشات مدن حديثه وجديده، زي مثلا على سبيل المثال مدينه انا الجديده، ودي بتستوعب حوالي 130,000 نسمة، وعندنا مدينة غرب إنا ودي بتستوعب حوالي 600,000 نسمة. ويكفي أقول إن في محافظة إنا مدينة غرب إنا الجديدة دي مدينة رقمية من الجيل الرابع، يعني أحدث نظام عالمي لبناء المدن الجديدة، وبالتالي هيبقى كل الخدمات اللي فيها باستغلال الرقمنة والحواسيب الآلية، وبالتالي ده تقدم كبير جدا داخل محافظة إنا. حضرتك لما جيت هنا عايز اقول برضو ان التكلفه للاسكان للشقق دي بلغت 8 مليار جنيه داخل محافظتنا.